السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نستكمل موضوع اللي هو السكن فيسيولوجي. في الفيديو الأول تكلمنا عن اللي هو الهيستولوجي أوف ذا سكن، حكينا أو أخذنا رؤوس أقلام ونقاط بتهمنا، وتكلمنا عن اللي هو البروتكتيف فانكشن أوف ذا سكن. في هذا الفيديو راح نستكمل اللي هو موضوع السكن فانكشنز، باللي هو نحكي عن اللي هو how the skin helps in regulating اللي هو الwater loss. طيب الجلد بيساهم بالتحكم بكمية الماء في الجسم، بس شو الفكرة؟ حبت بس نأخذ هيك مصطلحين وصراحة فهمكم الطابق. طيب في عندي بالسكن، أنا في عندي water gradient. أيوة شان هاي الجملة، تعالوا أنا عندي السكن كم طبقة فيها؟ قلنا عندي هنا ايبي ديرمس، هنظبط امور القلم. عندي هنا ديرمس، عندي تحت هايبوديرمس، صح؟ طيب في الجلد كيف بكون تركيز المي؟ تركيز المي بكون هون اعلى اشي، وهون بكون اقل شوي، وهنا بكون اقل شوي. حلو. طيب في عندي انا هون تركيز عالي، وعندي هون تركيز منخفض. طيب نرجع شوي للجنرال فيسيولوجي، نرجع للجنرال فيسيولوجي. انا في عندي بين المنطقه هاي والمنطقه هاي شو فرق تركيز؟ صح، كنت اقول لكم فرق التركيز ماشي بنشأ عنه قوة اللي هي بسميها concentration. concentration gradient force. تمام تمام جميل جدا. concentration gradient force اتجاهها لوين؟ concentration gradient force ده دائما بكون اتجاهها من التركيز الأعلى للتركيز الأقل. يعني هون اتجاهها بده يكون من تحت لفوق. حلو حلو. طيب لما يكون في عندي قوه انا بتحرك من تحت لفوق، جزيئات الماء اللي تحت بدها تتحرك من تحت لفوق بكل بساطه. فعندي هون القوه هاي راح تسبب حركه المي من تحت لفوق للإبيديرمس، وبرضه المي تكمل لفوق تطلع على سطح الجلد، ومن سطح الجلد ايش بيصير لها؟ ايفابوريشن. فعندي انا هنا جريدينت، تركيز المي بالهايبوديرمس اعلى من تركيز المي فوقيها، بيكون في عندي كونسنتريشن جريدينت فورس من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. هاي الفورس راح تحرك لي المي من تحت لفوق لاعلى طبقه بالجلد، ومن ثم المي تتبخر، ومن ثم المي تتبخر. طب كيف تتحرك المي هنا؟ كيف تتحرك المي؟ المي من خلال او خلال الهايبوديرمس، والديرمس تتحرك بين الخلايا، سمها الحركه بارا سيلولار. بالهايبوديرمس وبالديرمس بين الخلايا وبين الكولاجين وبين البروتينات اللي عندي. طيب لو جينا للابيديرمس، الابيديرمس انا بكون في عندي شو؟ بكون في عندي خلايا هيك مصفطه جنب بعض وفوق بعض، صح؟ طيب ممكن المي تتحرك بين الخلايا تمشي هيك او تلف هيك او تطلع، هاي الحركه بسميها شو؟ باراسيلولار. طب ممكن المي تتحرك من خلال الخلايا؟ ممكن. كيف؟ بدي يكون في عندي انا قنوات هنا. تتذكروا شو اسم قنوات المي؟ البروتين شانلز تاعون المي. مرق عليكم مصطلح الاكوابورينز؟ اكيد مرق. الاكوابورينز هاي راح تحرك المي من خلال الخلايا، بنسميها الحركه ترانز سيلولار. ترانز سيلولار. طيب نرجع لهون، فهمنا انه في عندي بالسكن ووتر جريدينت او كونسنتريشن جريدينت للمي، اتجاهه من وين؟ من تحت لفوق،
من الهايبوديرمس لفوق. طيب due to this gradient بصير في عندي passive diffusion. passive diffusion يعني حركة للمي من اللي هو التركيز الأعلى من الـ higher concentration للـ lower concentration. طيب هون مين كان عندي الأعلى؟ الأعلى اللي هو الهايبوديرمس والديرمس، والأقل مين؟ الإبيديرمس. فالحركة راح تكون من تحت لفوق بعملية الباسيف ديفيوجن. برضو بالجنرال فيسيولوجي كنا نحكي الباسيف ديفيوجن حركة من الهاير كونسنتريشن للور كونسنتريشن، هذا واحد. اثنين، الباسيف ديفيوجن ما بتطلب انرجي، ما بتطلب اللي هو انرجي، طاقة. طيب ماشي كمل. Most of the water evaporates from the skin surface while a fraction of the water is retained within the stratum cornea. هسا المي وهي طالعة لفوق بالإبيديرمس في جزء منها بيطلع على السطح وبتبخر، في جزء منها بضل بالطبقة الأخيرة اللي هنا اللي سميتها stratum corneum. الستريتم كورنيوم، الستريتم كورنيوم هاي فرضا عندي اللي هو السكن سيرفيس، هنا عندي تحت هاي تحت الديرمس، هنا عندي طبقة الستريتم كورنيوم، أو مش الستريتم كورنيوم، هنا عندي اللي هو الكيراتين، وهنا تحت عندي الستريتم كورنيوم. بحكي له شو؟ بحكي له إن المي وهي طالعة، وهي طالعة هيك، في جزء منها بيكمل وبيطلع هنا على السيرفس، وبعدين تبخر بصير له تبخر، في جزء من المي بيضل هنا. ليش بيضل هنا؟ الفكرة إنه الكيراتين ووتر بروف، بيشتغل كبارير حاجز، بيمنع طلعة المي على السكن سيرفيس. في جزء من المي هاي بنفذ بزرق زي ما بيحكوا وبيطلع على السكن سيرفيس وبتبخر، وفي جزء بيضل هنا. كمية المي اللي بتضل هنا بنسميها اللي هو الهايدريشن. طب ممكن يجي مي للسكن؟ اه ممكن يجي، لو اجى مي للسكن باي طريقه إن كانت ووتر، هذا الشيء بسميه ماي شرايزيشن. نرجع لهون. طب most of the water evaporates from the skin surface while a fraction of the water is retained within the stratum corneum. جزء منهم بتبخر وجزء منهم بيضلوا، جزء من المي بيضل بالستريتم كورنيوم، بيضل بالستريتم كورنيوم. ليش؟ ليش بيضل بالستريتم كورنيوم؟ لأن الستريتم كورنيوم مغطية شو؟ مغطية ب اللي هو كيراتين أو ديد كيراتينوسايتس. الكيراتين أو الديد كيراتينوسايتس بيشتغلوا كبارير ضد طلعة المي على السيرفس، يعني زي كأنهم شو؟ ووتر بروف، ووتر اللي هو بروف. تمام؟ فالكيراتين او الكيراديد كيراتينوسايتس اللي باخر الستريتم كورنيوم بيمنعوا اللي هو زي ما نحكي حركه المي الزائده لبرا، بيخلوا جزء من المي موجود بالسكن، بيخلوا جزء من المي موجود بالسكن. حركه المي او كميه المي اللي بتطلع لفوق على السكن سيرفس، يعني لو نرجع لهون، كميه المي اللي بتطلع وبتتبخر بسميها شو؟ تي اي دبليو ال، اختصار لشو؟ ترانس ابيديرمال ووتر لوس. كميه المي اللي طلعت من تحت لفوق وضلت بالستريتم كورنيوم ها بسميها الهايدريشن، اما كميه المي اللي طلعت من تحت لفوق ووصلت للسكن سيرفيس بسميها هاي الترانس ابيديرمال ووتر لوس. وعمليه اضافه المي على السكن او على طبقات الجلد بسميها العملية الموسترايزيشن اللي هي الترطيب، اللي هي عملية الترطيب. فهنا عندي أنا الترانس إبيديرمال ووتر لوس واللي هو الهايدريشن أو الموسترايزيشن لازم يضلوا متساويين. ليش؟ عشان كمية المي بالجلد تضلها شو؟ ثابتة ما تتغير. طيب ماشي نرجع لهم. فالترانس إبيديرمال ووتر لوس هو عبارة عن اللي هو الانسنسبل ووتر لوس فروم ذا سكين بالطريقه اللي حكيناها، غير الووتر اللي بنخسره عن طريق السويت، سويت جلاندز او عن طريق السويت، هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني. طيب لو فرضا
الطبقات العليا هاي بالجلد اتدمرت. شو السبب؟ انفكشن بكتيريا، انفلاميشن، صار في عندي انفلاماتوري ميدييتد سيل انجري، لوكوسايت ميدييتد سيل انجري. بلاش كيميكال انجري، ماده حارقه حرقت طبقات الجلد. بلاش اشعاع حرق طبقات الجلد. شو ممكن يصير لما تنحرق عندي طبقات الجلد اللي هنا؟ حركه المي من تحت لفوق راح تصير اسهل، والطبقة العازلة تاعت الكيراتينوسايتس أو الكيراتين راح تروح، بالتالي كل المي اللي بتطلع من تحت لفوق وين بتطلع على السطح وبتتبخر وبيخسرها الجسم. عشان هيك وقت لما يصير في عندنا حروق، ماشي، شخص عنده حروق درجة ثانية ثالثة مثلا، وكان اللي هو الحروق بيشمل كمية كبيرة من اللي أو نسبة كبيرة من التوتال بادي سيرفس اريا، لها طريقة حسبة معينة بتاخذوها بعدين. همهم بكون انهم يعملوا هايدريشن للمريض، للشخص اللي عنده الحرق هذا. غالب ومعظم الاشخاص اللي بموتوا من الحرق مش الحرق نفسه اللي موتهم، لا 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 لا، بصير لهم دي هايدريشن، بصيبهم جفاف، لانه المي بصير الجسم يفقدها بسهولة عن طريق الجلد، لانه الطبقة العازلة اللي كانت عندي فوق هنا راحت، الطبقة العازلة اللي كانت عندي فوق راحت. طيب ماشي، يعني هون مثلا هاي وين؟ هاي طبقة سليمة او هاد جلد سليم، وهذا هون جلد تعرض لإكسترنال إيريتانت او خلايا الجلد عندنا هون بلشت تتدمر، بتصير المي تطلع بسهولة لفوق، طلع هون، فبالتالي بزيد عندي الووتر لوس، بصير في عندي شو؟ دي هايدريشن. لكن هون الجلد السليم طلعوا المي، عم بطلع بصعوبة لفوق، عم بطلع بصعوبة لفوق بسبب وجود شو؟ بسبب وجود البارير هذا اللي هو بتكون من الكيراتين والديت كيراتينوسايتس. يعني ممكن تجيكم جملة يكون سؤال all of the following are correct except، واحدة من الجمل انه في حالة البارير انتجريتي، skin barrier integrity is damaged، ماشي، trans epidermal water loss increased، صحيحة، بيزيد عندي trans epidermal water loss. هاي خليها ببالكم معلومة. Hydration refers to the water content of the skin، كمية المي اللي بتضلها موجودة في الجلد، سميها الهايدريشن. Moisturization، ماشي، Moisturization اللي هي عملية إضافة المي جوا على السكن، أو قدرة السكن على إنه يحبس المي جوات، هاي بنسميها اللي هو Moisturization. عندي هنا الموسترايزيشن، الهايدريشن، الترانس ابيديرمال ووتر لوس، لازم يضل في عندي بالانس، اتزان. ليش؟ عشان الجلد ما يتعبى مي يصير في عندي إديمة، او الجلد ما يخسر المي يصير في عندي دي هايدريشن، عشان ما يخسر المي وبالتالي يصير في عندي دي هايدريشن. طبعا طلعت المي عفوا، طلعت المي من تحت لفوق قلنا بتكون باراسيلولر، لكن في عندنا قنوات سميناهم اكوابورينز، هذول بكونوا على جدران خلايا الجلد، ممكن المي يعبر من خلالهم، ممكن المي يعبر من خلالهم. طبعا في عندنا كثير انواع من الاكوابورينز، اهمها اللي هو الاكوابورين 3، وفي عندنا برضه اللي هو الاكوابورين 9 والاكوابورين 10. اكوابورين 3 موجود في اللي هو السبكوتينس تيشو، بالخلايا اللي هناك. 9 موجود باللي هو الديفرنشيتد كيراتينوسايت، و10 موجود بالانديفرنشيتد كيراتينوسايت. شو بدنا نعرف؟ اهم شيء نعرف انه اهم اكوبورين عندي هو اكوبورين 3، ورا بيجي 9 و10، ومش غلط لو عرفتوا وين اماكن 9 و10. تمام، ها بالنسبة له اللي هو دور السكن في المحافظة على اللي هو الووتر لوس. نعمل ريكاب سريع، عندنا الجلد، قلنا بالجلد في عندنا اللي هو concentration gradient أو water gradient من تحت لفوق، تحت بكون على إشي، فوق بكون أقل إشي، فبكون في عندي concentration gradient force لفوق، فهذا الإشي يحرك المي من تحت لفوق، ممكن توصل للسكن سيرفيس وتتبخر، ممكن تضلها بالطبقات العليا من الجلد. مين اللي بيخليها بالطبقات العليا من الجلد؟ طبقة الكيراتين، طبقة الكيراتين. كمية المي اللي بتطلع من تحت لفوق وبتوصل للسكن تتبخر بسميها ترانس ابيديرمال ووتر لوس. كمية المي اللي موجودة في الجلد أو قدرة الجلد على الاحتفاظ بالمي بنسميها الهايدريشن أو الموسترايزيشن، هايدريشن أو الموسترايزيشن. تمام؟ طيب
نيجي لا اللي هو القسم الثالث عندي اللي هو الاكسكريتوري فانكشنز اوف سكين، اللي هو قدرة الجلد على شو؟ على الاكسكريشن. كلمة اكسكريشن، كلمة اكسكريتوري فانكشن او اكسكريشن معنى هون التخلص من الويست برودكتس. هل الجلد قادر ان يخلصني من بعض الويست برودكتس بالجسم؟ اه طبعا بيقدر يخلصني. This function of the skin assists the urinary system as do the sweat glands which excrete some urea when sweating occurs. الجلد ممكن يخلصني من الويست برودكتس عن طريق السويتنج، تعرق، عن طريق التعرق. العرق بيكون فيه عدة مواد، في ممكن يكون فيه يوريا، في مواد ثانية هسه راح نحكي عنها، في مواد ثانية هسه راح نحكي عنها. طبعا العرق من مين بفرزه؟ العرق بفرز ليه اللي هو السويت جلاندز، الغدد العرقية. طب وفي منها نوعين، في منها الابوكراين وفي منها الاكراين جلاندز. في منها الابوكراين وفي منها الاكراين جلاندز، ايش الفروقات بيناتهم؟ تعالوا نعرف هذا الاشي. قبل ما نحكي عن الفروقات بين الاكراين والابوكراين جلاندز، بهمني نعرف الميكانيزم تاعت السويت سكريشن، كيف بيتم افراز العرق من الغدد العرقيه وكيف بيطلع العرق على سطح الجلد وشو اهميته وشو اهميته. طيب اي سويت جلاند، اي سويت جلاند بيكون في لها تو بارت، او اي جلاند، اي جلاند ايش بيكون، اي جلاند ايش بيكون لها، اي جلاند بده يكون لها اللي هو بنسميه secretory portion، صح، وبده يكون في إلها duct، قناة. secretory portion بكون مبطن بإبيثيليوم، أنا عم بشرح لكم شوية هيستولوجي، بكون فون عندي إبيثيليوم وعندي برضو ال duct تكون مبطنة إبيثيليوم. طبعا إبيثيليوم بيختلف من جلاند لجلاند، هون عندي برضو إبيثيليوم. طيب السويت جلاند، السويت جلاند بكون في إلها اللي هو سكريتوري بورشن زي هذا بالضبط، بكون في إلها دكت، لكن السكريتوري بورشن بكون شو؟ توبيلر. توبيلر بكون لاف على بعضه، توبيلر بكون لاف على بعضه زي هيك، زي هيك، هذا بسميه tubular secretory portion. tubular secretory portion وهي الدكت عندي، هون عندي tubular secretory portion وهي الدكت، وهي الدكت. طيب ماشي، فعندي هون أنا بأي جلاند الإفراز بيطلع من هون، ماشي، بتفرزه اللي هو الابيثيليال سيلز من البلد، هاي البلد هون بكون، بتطلع المكونات من البلد على الابيثيليال سيلز وبعدين على secretory portion، بعدين بتحرك هيك مع الدكت، بتحرك الافراز مع الدكت. السويت جلاند نفس الشيء، مكونات السويت بتطلع من البلد عن طريق الابيثيليال سيلز تاعتك السكريتوري بورشن، بتتجمع هون وبعدين بتمشي مع الدكت لحتى تطلع من الجهه الثانيه من الدكت. ماشي، بالنسبه للسويت جلاند، السويت جلاند، السويت جلاند في جزء منها، في جزء من او السويت جلاند سكريتوري بورشن، السكريتوري بورشن بيكون بالديرمس، باخر الديرمس تحت، لكن الدكت بتوصل عندي للديرمس او للابيديرمس، ممكن تفتح باللي هو على سطح الابيديرمس زي هون، او ممكن تفتح بالديرمس باللي هو مع بصيله الشعر، مع الهير فوليكل، مع الهير فوليكل. لما تفتح مع الهير فوليكل بتكون ابوكراين جلاند، لما تفتح على سطح الجلد مباشره بتكون اكراين جلاند، وهذا واحد من الفروقات ما بين الابوكراين والاكراين سويت جلاندز. الابوكراين الدكت بتفتح على اللي هو بصيله الشعر او بتمشي مع بصيله الشعر، اما الاكراين جلاند الدكت بتفتح دايركت على السكن سيرفيس، بتفتح دايركت على السكن سيرفيس. طيب as is true for so many of other of so many other glands, the secretory portion of the sweat gland secretes a fluid called the primary secretion or precursor secretion. The concentrations of constituents in the fluid are then modified as the fluid flows through the duct.
precursor secretion is an active secretory product of the epithelial cells lining the coil portion of the sweat gland, the combustion of precursor semen. اوكي ماشي ماشي. هذا الحكي بشرح الميكانيزم. تعالوا خلينا نشرح لكم اياها هيك على جنب بطريقه جدا بسيطه. نيجي نعملنا سويت جلاند على قدنا. نيجي نعمل سويت جلاند على قدنا. هاي بدي اعمل سويت جلاند على قدي. عندي هون epithelial cells وبطنة لشو؟ لا secretory portion. وعندي هون تحت شو؟ the blood. ماشي. وعندي هون اللي هو الدكت. الدكت برضو مبطنها epithelial cells. ممتاز ماشي. the blood ايش الفلويد اللي فيه؟ يلا نتذكر هيك فيسيو نتذكر فيسيو الجنرال فيسيولوجي على السريع. البلد هو السائل او من ضمن الاي سي اف. الاي سي اف فيه صوديوم كلور بايكارب اكثر وبرضه البلد بكون فيه يوريا. طب كل المكونات هاي في عندي انا هون بومبس صوديوم بيطلع من هون كلور بيطلع هيك يوريا بتطلع هيك عندي بايكارب بتطلع هيك والصوديوم والكلور عادة لما ازودهم هنا وفي عندي هون يوريا هذول راح يعملوا لي شيء بسميه اوزموتيك جريدينت راح يسحبوا المي وراهم راح يطلع الووتر فانصف عندي شو ووتر صوديوم كلور يوريا طبعا البمب هنا بتسحب صوديوم وكلور بحيث انه التركيز او الاوزمولاريتي او التونيسيتي او الكونسنتريشنز بتكون متساويه يعني مثلا الصوديوم قديش تركيزه بالدم 142 ملي ايكوفالنت بالسويت هنا او بالسكريتوري بورشن بكون 142 ملي ايكوفالنت هذا السكريشن اللي فيه ووتر وصوديوم وكلور ويوريا وبتكون تركيز الصوديوم والكلور واليوريا زي تركيزها بالدم بسميه اللي هو البرايمري سكريشن او بسميه بري كيرسور سكريشن طيب بعد هيك الكونتنت هذا البرايمري سكريشن او البري كيرسور سكريشن وين بده يروح بيروح على الجلاند او عفوا بيروح على الدكت طب هو ماشي بالدكت في عندي انا هون ابيثيليال سيلز عم تستنى الابيثيليال سيلز هاي شو عليها عليها بومبس هون هاي البومبس شو وظيفتها؟ وظيفتها تسحب صوديوم وكلور وبالتالي راح تسحب مي معه فهون عندي لما كنا بنحكي بالسكريتوري بورشن كانت التركيز متساوي مع البلازما بقدر احكي انه هون السويت بكون ايزوتونيك هون بلشت اسحب الصوديوم والكلور ارجعهم على الدم فراح يقلب السكريشن هون هايبوتونيك هايبو تونيك طبعا العملية هاي عملية اللي هو سحب الصوديوم والكلور من البريكيرسور سكريشن او البرايمري سكريشن بسميها العملية هاي موديفيكيشن طبعا عملية الموديفيكيشن بتعتمد على سرعة افراز العرق كيف يعني يا حمزة؟ كيف اشبه لكم اياها؟ فرضا انت قدامك حزام هذا زي اللي بيكون في المصانع ماشي؟ وهالحزام عم بينزل عليه شو؟ علب فول مثلا فرضا طب اذا كان الحزام بيمشي ببطء قاعد انت علب الفول تقدر تاخذها كلياتها صح طب لو فرضا الحزام سرع صار اسرع تقدر تاخذ كل علب الفول ممكن تفلت منك علبه علبتين ثلاث طب لو صار اسرع تفلت منك نص العلب لو صار اسرع تفلت منك معظم العلب هون نفس الاشي اذا الريت زاد الصوديوم والكلور راح يبلش جزء منه يفلت من الابيثيليال سيلز هاي ويطلع طب لو زاد اكثر راح يصير يفلت عندي صوديوم وكلور اكثر بالتالي الري ابزوربشن ايش بيصير له بقل او الموديفيكيشن بقل فكل ما زاد الريت اوف سويت سكريشن كل ما قل عندي الموديفيكيشن او قل عندي الري ابزوربشن ريت تمام هذا بالنسبه لعمليه افراز العرق بعدين السكريشن بعد ما يصير له موديفيكيشن بيطلع لنهايه الدكت وبيطلع يا اما عند جذر الشعره او بيطلع عندي على سطح الجلد او بيطلع عندي على سطح الجلد فعندي هنا
سيكريتوري بورشن قلنا بيطلع سيكريشن بسميه شو؟ بسميه بريكيرسور سيكريشن. البريكيرسور سيكريشن ايش فيه؟ فيه صوديوم، فيه كلور، فيه ووتر، في عندنا يوريا. لكن بشرط تركيز المواد هاي، تركيز المواد هاي او الكومبوزيشن تاع البريكيرسور سيكريشن مشابه للبلازما. اللهم فرق واحد بس، انه البلازما فيها بروتينز، السويت ما فيه بروتينز. Don't or does not contain plasma proteins. ما فيه plasma proteins. طيب the precursor secretion قلنا بيطلع من secretory portion لوين؟ على الدكت لفوق. وهو طالع لفوق ماشي بصير له modification. modification كيف؟ الابيثيليال دكت او الابيثيليال سيلز عفوا اللي موجودة هون بتبلش تسحب الصوديوم والكلور، فبتقلل تركيزهم بالسويت، بتقلل تركيزهم بالسويت. ماشي، بس البريكيرسور سكريشن بصير له موديفيكيشن عن طريق انه بصير في عندنا ري ابزوربشن لمعظم الصوديوم والكلور، بصير السولوشن عندي شو او السكريشن بصير هايبو تونيك. طبعا قلنا مقدار الري ابزوربشن بيعتمد على الريت اوف سويتنج بطريقه عكسيه، اذا زاد الريت راح يقل عندي اللي هو الري ابزوربشن. شرحت لكم مثال اللي هو حزام علب الفول الموجود في المصنع. تمام، جميل جدا. طيب نكمل. هون عندي الصورة هاي بتوضح اللي هو عملية إفراز العرق بالسكريتوري بورشن. هون أنا عم بحكي عن السكريتوري بورشن. السائل اللي بيطلع عندي هون إيش بسميه، أو الإفراز اللي بيطلع عندي هون إيش بسميه؟ بريكيرسور سكريشن. طبعا مش مهم تعرفوا انواع الترانسبورترز واللي موجوده هون عندي بالسيلز، هاي التفاصيل مش مطلوب منكم، لكن الفكره تعرفوا انه الفلويد او المكونات بتطلع من الدم على الخلايا وبعدين على السكريتوري بورشن. طب بعد هيك البريكيرسور سكريشن بيمشي وين؟ هاي هون بالدكت. بصير له شو؟ بصير له موديفيكيشن، تعديل. كيف بصير له تعديل؟ الكلور والصوديوم بنسحب منه، هاي الصوديوم عم بنسحب منه وهي الكلور عم بنسحب منه. هاي الكلور عم بنسحب منه، طبعا هاي الكلور عم بنسحب منه وبيطلع عندي السكريشن من الدكت على السكين سيرفس او على جذر الهير فوليكل، بكون كميه الصوديوم والكلور اقل من البلازما، بكون هايبوتونيك سولوشن. وقلنا عمليه الموديفيكيشن علاقتها عكسيه مع سرعه اللي هو افراز العرق، كل ما زاد سرعه الافراز او الريت اوف سكريشن بقل عندنا الريت اوف فري ابزوربشن، بقل عندي الريت اوف فري ابزوربشن. معلومه هيك على الطاير تفيدكم لقدام. شو اسم الترانسبورتر هذا اللي نقل الكلور؟ اللي هو السي اف تي ار، سيستيك فايبروزيس ترانسبورتر ريسبتور، سي اف تي ار. جماعه السيستيك فايبروزيس او التليف الكيسي بكون في عندهم البروتين هذا مش شغال، مش موجود. فعندهم لما يتم افراز العرق عندهم اللي بيتم اعاده امتصاص الصوديوم بس الكلور بيضل موجود بالسويت، فهذول الاشخاص اللي عندهم سيستيك فايبروزيس احد الشغلات اللي ممكن او احد الاعراض او احد الشغلات تظهر عليهم اللي هو زياده الكلور ان سويت. طبعا هذا البروتين نفسه بيكون موجود في الابيثيليال سيلز المبطنه للقناه التنفسيه، بيساعد في اللي هو طلعت الكلور و او اعاده امتصاص الكلور وعمليه تذويب الميوكاس عشان يتم اخراجه بشكل اسهل عن طريق الميوكوسيلوري موفمنت. البروتين هذا ما بيكون موجود، فبيكون الميوكاس فيري ثيك، بيكون فيري ثيك وبيسهل نمو البكتيريا، واشهر البكتيريا السودوموناس اريجينوزا والى اخره زي ما اخذتوا التفاصيل بالريسبيراتوري سيستم. طيب هسا عرفنا احنا الميكانيزم تاعت السويت سكريشن، الامور تمام. وخلينا والله نيجي للنوعين اللي حكينا عنهم، الابوكراين سويت جلاندز والاكراين سويت جلاندز، خلينا نعرف الفروقات بيناتهم. الاثنين اول شيء خلينا نتفق على شغله، الثنتين النوعين بيفرزوا العرق بنفس الميكانيزم اللي حكينا عنها. حكينا عن فرق واحد بيناتهم، الابوكراين جلاندز بتفتح على الهير فوليكل على بصيله الشعر، وعندي الاكراين جلاندز بتفتح على سطح الجلد، هاي متفقين عليها. طيب نيجي على ابوكراين سويت جلاند، والله نحكي عنهم شوي. وين موجودين اكثر شيء؟ موجودين بالاكزيلا والبيوبس والاريولا اوف ذا بريست،
منطقة الثدي، منطقة الابط، ومنطقة منطقة اللي هو منطقة الأعضاء التناسلية. هذا واحد. اثنين، the gland cells innervated by sympathetic adrenergic fibers. حلو. sympathetic من الأسانس. رجعنا للأوتونوميك، الموضوع اللي كان عامل رعب للطلاب في مادة الجنرال، مش مشكلة. sympathetic من sympathetic nervous system. adrenergic، لما أحكي أنا كلمة adrenergic fibers فهاي الفايبر تكون طلع نور إبنفرين. الغدد هاي السكريشن تاعها ببلش at time of puberty، بعد البلوغ، ماشي. وعندنا الادرينال اندروجينز اللي هو الهرمونات الجنسيه بتحفز اللي هو السكريشن تاع هاي الغدد، تحفز السكريشن تاع هاي الغدد. السكريشن تاعها بكون كلرلس اودرلس، ما له لون وما له رائحه، لكن البكتيريا الفلورا اللي بتكون في المناطق هاي، في منطقه الابط، في منطقه الاكزيلا، او في منطقه البريست، في منطقه اللي هو البيوبس، هاي البكتيريا بتتفاعل مع السائل هذا، تنتج لي رائحة اللي هي رائحة العرق اللي بنشوفها عند بعض الأشخاص. طبعا كل شخص بكون له كاركترستيك أدور، رائحة مميزة، رائحة مميزة مستحيل تكون تشبه حدا ثاني. طب the gland cells، هاي الأبوكراين سويت جلاند، إفرازهم بيزيد قلنا بي اللي هو الأدرينال أندروجينز الهرمونات الجنسية، هذا واحد. اثنين، عن طريق برضو بيزيد بالسيمباثيك أدرينرجيك إنرفيشن، أو بالإيموشنال إكزايتمنت، أو بتفعيل السيمباثيك نيرفاس سيستم، بيصير تفعيل السيمباثيك نيرفاس سيستم. طبعا السيمباثيك نيرفاس سيستم هون قلنا الفايبرز بتكون أدرينرجيك، تفرز نور أبنفرين، وبتروح بترتبط على شو؟ على ألفا ريسبتورز، على الأبوكراين سويت جلانس. ماشي. نيجي للنوع الثاني اللي هو الإكراين سويت جلانس. الإكراين سويت جلانس، هاي السويت جلانس الإكراين اللي الدك تاعتها بتفتح على السكن سيرفيس دايركت. طيب وين موجودة أكثر شيء؟ موجودة في البالم، راحة اليد، موجودة في الهاند، في اليدين بشكل عام، موجودة في التشست، في الصدر، وموجودة بالفورهيد، في الجبهة. طيب the cells of the eccrine glands are supplied by sympathetic cholinergic fiber. sympathetic من sympathetic nervous system، cholinergic يعني تفرز acetyl choline. وكنا نحكي بالautonomic nervous system، إذا كان الفايبر بيطلع acetyl choline بدي يكون في عندي ريسبتورز على السيلز او على الاورجان، شو ما يكون يكون في عندي ماسكارينيك ريسبتورز. والريسبتورز اللي بتكون على الجلاندز هاي اللي هي الام 3 ريسبتورز. والله بودي اسالكم الام 3 شو نوع الريسبتور، بس مش حابب انه زي ما نحكي افتح عليكم مواجهه. ماشي. الاكراين جلاند افرازها للعرق بيزيد بزياده البادي تمبريتشر. طيب اعملكم ريكاب سريع. البادي تمبريتشر، ماشي، في عندي انا كور وسكن، حطوا لي السكن على جنب، تعالوا للكور. الكور تمبريتشر لازم تضلها ما بين 36 ل 37.5، وفي كتب تحكي من 36.5 ل 37.2، مش بيننا. الكور تمبريتشر هاي في إلها حساس، ثيرمال ريسبتورز موجودين بالهايبوثالاماس تحت المهاد. الحساسات هذول او السنسور زي ما نحكي، اذا زادت التمبريتشر او قلت بيرسلوا اشاره لمين؟ للانتيرور هايبوثالاموس. انتيرور هايبوثالاموس عندها شو؟ سيت بوينت، عندها شو زي ما تحكي رقم مقدس اللي هو من 36.5 ل 37.2. اذا الاشارات اللي اجت كانت اعلى من 37.2 معناته درجه حراره الجسم او الكور تمبريتشر عندي عاليه، فالانتيرور هايبوثالاموس بتودي للبوستيرور هايبوثالاموس انه الحراره عندي عاليه، الحراره بالجسم عاليه، اشتغلي شغلك. تيجي البوستيرور هايبوثالاموس طريق باثويز، ما ذكرت معكم بالجنرال ولا مطلوب منكم هسه، عن طريق الباثويز هاي بتروح بتفعل ميكانيزمز بتقلل حراره الجسم. احد الميكانيزمز هاي افراز السويت عن طريق الاكراين جلاندز، عن طريق الاكراين جلاندز. الاكراين جلاندز بلش تفرز اللي هو السويت، السويت بيطلع وبسحب معه الحراره، حتى يعتبر السويت احد اللي هو الميكانيزمز اوف هيت لوس اذا بتتذكروا من الجنرال فيسيولوجي. طيب the nerve sub impulses to the eccrine sweat glands transmitted in the autonomic pathways to the spinal cord and then to the sympathetic flow to the skin. فهي الانرفيشن اللي جايها sympathetic، بس شو نوعه؟ كولينرجيك. وحتى قلت لكم كنت اقول لكم كل
البوست جانجليونيك سيمباثيتك فايبرز بيكونوا ادرينرجيك يعني بيفرزوا نورابينفرين، الا البوست جانجليونيك سيمباثيتك فايبرز اللي رايحين للسويت جلاندز خاصه الاكراين سويت جلاندز هذول بيكونوا كولينرجيك يعني بيفرزوا اسيتايل كولين. These glands can also be stimulated by extent to some extent by epinephrine or norepinephrine circulating in the blood. Epinephrine and norepinephrine اللي بيطلعوا من وين؟ بيطلعوا من الادرينال مدلة وبكونوا بالدم، ممكن يحفزوا هاي الغدد، ممكن يحفزوا هاي الغدد، لكن التحفيز الرئيسي بيكون عن طريق الاسيتايل كولين، بيكون عن طريق الاسيتايل كولين. طبعا هاي الغدد كثير مهمه في موضوع الاكسرسايز، موضوع الاكسرسايز بصير في عندي سكيليتال ماسل كونتراكشن، كونتراكشن بده طاقه، بصير في عندي انتاج للطاقه، انتاج الطاقه بيرفع من حراره الجسم، لما ترتفع حراره الجسم عندي لازم تنزل، كيف لازم تنزل؟ احد الميكانيزمات اللي هم التمبريتشر ديكريزنج ميكانيزم او التمبريتشر لوزنج ميكانيزمز اللي هو افراز السويت، افراز العرق. تمام، جميل جدا. طيب في عندنا جدول، ماشي، في عندنا جدول اللي هو بمفارقات ما بين الاكراين والابوكراين جلاندز، وهذا مهم جدا تنسألوا عنه. تنسألوا عنه اكيد. اللوكيشن الاكراين بقولنا بتكون موجوده اكثر شيء بالبالمز بالسولز بالتشست وبالفورهيد. الابوكراين جلاندز بتكون بالاكزيلري والبريست والبيوبس برضه، او البيري انال ريجن المنطقه اللي حول الشرج زائد البيوبس منطقه اللي هو العانه او منطقه الاعضاء التناسليه. نوعهم سمبل كويل سمبل كويل، الاثنين السكريتوري بورشن بكون فيهم توبيلر ملفوف على بعضه. السكريشن بالاكراين بكون ووتري، بالابوكراين بكون مور فيسكس، بكون زي ما نحكي لزج شوي. طيب الاوبننج تاع الاكراين جلاندز بكون على السيرفس اوف ذا سكن، على سطح الجلد. الابوكراين بكون جوا الهير فوليكل، جوا بصيلات الشعر. كنترول اثنين نيرفس، اللهم شو؟ اللهم بس الاكراين بكون كولينرجيك سمباثيتك، هون بكون ادرينرجيك سمباثيتك او سمباثيتك ادرينرجيك. وبرضه هرمون الابوكراين الاندروجينز هو الهرمونات الجنسيه قلنا بتحفز من افرازها، بتحفز من افرازها. الاونست اوف اكشن الاكراين من الولاده، الابوكراين قلت لكم ات بيبرتي بعد البلوغ. ايش الشغلات ممكن تحفز افرازها اكثر؟ عندنا موضوع الثيرموريجيليشن او الفانكشنز، عفوا الفانكشنز، الاكراين الثيرموريجيليشن المحافظه على درجه حراره الجسم من خلال افراز العرق، لكن الابوكراين ماشي بتتحفز اثناء شو؟ بتتحفز اثناء اللي هو الايموشنال ستريس، اثناء الايموشنال ستريس لما الواحد يتوتر بتم تحفيز هاي الغدد، فبتم افراز العرق بكثره في مناطق الابط ومناطق الثدي ومناطق اللي هو العانه. تمام، هذا بالنسبه للابوكراين والاكراين سويت جلاندز. خلينا نوقف لهون، ان شاء الله في الفيديو القادم راح نكمل اللي هو النيورو اندوكراين فانكشنز تاعون لسكن. يعطيكم العافيه، القاكم ان شاء الله بالفيديو القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.